وللوقوف عند انتشار فصائل الحشد على الحدود العراقية السورية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري. سيد نظير، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تصريح للمرصد السوري يقول إن طائرات حربية قصفت مواقع لميليشيا الحشد في مدينة البوكمال، لكن هنا كيف تفسر ازدياد استهداف الميليشيات في داخل وخارج العراق؟ مساء الخير لحضرتك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. الحقيقة أن هذه الضربة الأخيرة هي ضمن سلسلة من الضربات اللي ازداد عددها في الفترة الأخيرة. فقبل يعني أسبوع كان هناك انفجار كبير في يعني مناطق قريبة من الحدود العراقية في الأنبار، ذهب ضحيتها 21 شخص من تلك الميليشيات. وقبل شهر تم قتل 6 أفراد من الحشد، بينهم كان أحد القياديين بالقرب من مدينة القائم، وكان يعني بواسطة 3 طائرات إسرائيلية. وحتى الضربة اليوم يعني صحيفة هارتس الإسرائيلية ذكرت بصراحة وبدون مواربة، يعني مثل ما كانت الضربات السابقة كانت مجهولة، في هذه المرة أعلنت أن إسرائيل هي من قامت بالضربة اللي راح ضحيتها 10 يعني أفراد من الحشد العراقي الموجود في سوريا في البوكمال. أنا يعني أخمن بأن هذه الضربات ما هي إلا محاولة إسرائيلية لقطع الطريق على إيران من خلال معبر القائم البوكمال الذي يريدون افتتاحه لزيادة يعني الدعم اللوجستي للميليشيات في سوريا، وكذلك يعني تنشيط الحركة الاقتصادية للنظام السوري عبر العراق وإيران. طيب، هذه أحد أهم الأسباب. ولكن سيد نظير، يعني لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بررت وجود يعني قواتها وفصائلها على الحدود المشتركة بين العراق وسوريا، وقالت هناك ضرورة لوجود كل هذا الكم الكبير من فصائل ميليشيا الحشد عند الحدود مع سوريا. ما مدى دقة هذا التبرير، خاصة أن يعني أغلب القادة العسكريين في العراق يؤكدون أن تنظيم داعش لا يزال يشكل خطرا على العراق وعلى سوريا على حد سواء؟ طبعا الشماعة تنظيم داعش لا زالت تستخدم لحد الآن، والمبرر لزيادة هذه القوات الميليشياوية في تلك المنطقة من أجل يعني صد هجمات داعش. لكن يعني هناك مناطق في داخل العراق فيها عمليات لداعش أكبر بكثير من هذه المنطقة، لماذا لا توجه قواتها هناك؟ الأمر مختلف تماما. هذا المعبر مهم جدا لإيران، مهم جدا للمحور الذي تريد أن تشكله إيران، وهذا المعبر الحدودي يجب أن يعني يتم تأمينه من قبل هذه الميليشيات. لذلك هي تدفع بقواتها يعني جعله مفتوح أمام التجارة وأمام الدعم اللوجستي ميليشيات المنتشرة في هذه البلدان. طيب سيد نظير، هناك تقارير تتحدث عن الميليشيات تستغل سيطرتها على الحدود في عمليات تهريب السلاح وأيضا تهريب المخدرات التي انتشرت خاصة في العراق بعد عام 2003. لكن هنا السؤال لابد أن يطرح، لماذا لا تتحرك الحكومة لوقف هذه الجرائم؟ يعني هو ليس من المستغرب أن تقوم الميليشيات في استغلال كل هذه المنافذ الحدودية من ضمن هذا المنفذ الحدودي بين العراق وسوريا يعني تجارة المخدرات، كما هو الحال موجودة في المعابر بين العراق وإيران. والحكومة العراقية يعني تتصرف وكأنها يعني كالميت أمام هذه العمليات التي تخنق الشعب العراقي. الآن الشعب العراقي أصبح سوق كبير لترويج هذه المخدرات، ولحد الآن لم يخرج يعني على مستوى رئيس الوزراء أو الوزراء لنقد هذه الظاهرة أو لفعل إجراءات حازمة للتخفيف من ظاهرة تجارة المخدرات. لا نعتقد الآن الحكومة بمعرض أن تستطيع تضغط على الميليشيات لوقف هذه التجارة. هي الآن
هي أسيرة الآن بيد الميليشيات وتخشى أن يتم إسقاطها على يد هذه الميليشيات. سيد نظير، تعتقد أن الضربة الجوية التي وقعت اليوم من أجل عملية التهريب، أم ربما يفسرها الكثير بأنها تخرج إلى أطر أوسع تتعلق ربما بعلاقات دولية؟ بالتأكيد أنا لا أظن أن هذه الضربة من أجل الحد من تجارة المخدرات. إسرائيل ليس لها مصلحة في يعني وقف مثل هكذا تجارة، هي ليس لا تحمل هم الشعب العراقي الذي يعاني من هذه المخدرات، إنما الأمر مختلف، هي في حالة صراع مع إيران، والآن الضربات الأخيرة تتركز في المناطق السورية بالتحديد، وذلك لربما لرفع الحرج عن الولايات المتحدة التي يعني هي المفترض أن تسيطر على الأجواء العراقية، لذلك اتهمت بأنها تعاونت مع الطيران الإسرائيلي لضرب الميليشيات داخل العراق. فالآن إسرائيل تضرب هذه الميليشيات خارج حدود العراق في سوريا. الموضوع من هذه الزاوية ننظرها، ليس من زاوية أنها تريد الحد من يعني تجارة المخدرات بين سوريا والعراق. طيب، في هذا المفصل القيادي في الحشد أحمد المكسوس يقول أن الطائرات التي استهدفت مقرات الحشد خرجت من الجولان السورية. طيب، هنا لماذا لم تتصدى لها المضادات السورية؟ أليست الميليشيات حليفة للنظام؟ يا أخي الكريم، يعني سوريا تتعرض إلى ضربات ليلا نهارا وعلى كل يعني مدى الأيام، هي ساحة مفتوحة للطيران الإسرائيلي يضرب القوات الإيرانية ويضرب الميليشيات الإيرانية ويضرب حتى مقرات الحكومة السورية، ولم يخرج لها يعني رد فعل سوري حقيقي، فقط يعني انه يحتفظون بحق الرد او يقولون اجبرناها على الانسحاب. فالنظام السوري ليس له القدره على فعل مثل هكذا تصدي للطائرات الاسرائيليه، المعول على ان يكون الجانب الروسي هو من يتصدى لها، لكن كما ترون ان هناك تفاهمات يعني ما بين روسيا واسرائيل لافساح المجال لاسرائيل بالانتقام من أعدائها أو إبعادهم عن حدود يعني على ذكر الأعداء. سيد نظير، إذا كانت الميليشيات التي تعمل لصالح إيران تضرب، الفاعل هنا معروف من قبل الكيان الصهيوني، لماذا يكون الرد دائما على المملكة العربية السعودية؟ مع الأسف أنه المملكة السعودية الآن أصبحت يعني هي على قول المثل العراقي هي حائط صيص، يعني أي شخص يريد أن يعني يتبلى على دولة ما يتبلى على السعودية. لماذا؟ بسبب التصرف السيء للسياسة السعودية وعدم الردع للسعودية. السعودية تعرضت لأكثر من ضربة وضربات حقيقية على منشآت نفطية، ولكن لم يكن لها رد فعل حقيقي، وحتى حلفائها يعني أقصد الولايات المتحدة لم تبدي يعني الدفاع عن السعودية كما هو كان مفترض يعني في السابق أنه متحالفهم عميق. لذلك الميليشيات لا تستطيع أن ترد على إسرائيل ولا تستطيع أن ترد على القوات المتحدة. سيد نظير، لكن اليوم يعني توجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى السعودية، وذلك من أجل طرح موضوع الرد على الهجوم على شركتين عالميتين للنفط أرامكو. أنا أعتقد أن هذه الزيارة هي لرفع العتب عن الولايات المتحدة، لأن ترامب قالها بصراحة، قال أن إذا أرادت السعودية أن ندافع عنها ونحميها فعليها أن تدفع. لربما سيعقدون صفقة يتم فيها دفع مبالغ سعودية للولايات المتحدة لعمل ضربة محدودة لأهداف إيرانية، وهذا لا يكون رد فعل حقيقي ولا يعني يجعل إيران ترتدع. إيران الآن تكثف ضرباتها للسعودية أو للحلف الأمريكي، لأنها هي متأكدة بأن الولايات المتحدة الآن ليس لديها قدرة على الرد، بسبب أن الإدارة الأمريكية الحالية منغمسة في التحضير للانتخابات القادمة، فدخول بأي حرب حتى نعم سيد نظير مع إيران سيؤثر على يعني الانتخابات ويؤثر على مصير ترامب في الانتخابات الأمريكية. من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي نظير الكندوري، شكرا جزيلا لكم.